من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا تقليد في أصول الدين، لا تقليد في العقائد، أمور لا ترضي الطائفي والتكفيري من كل المذاهب، لكنها توافق واقع وسطية الدين والضمير والأخلاق، المحسن والباب والإسقاط بين الحقيقة والخرافة والسياسة. أمر أم كلثوم علي عليهم السلام، مصاهرة تنسف أسطورة الباب والإسقاط. الكلام في أمور: أولاً، مصاهرة عمر رضي الله عنه لعلي عليه السلام ثابتة في كتب الحديث والسير والتأريخ والتراجم والرجال والأنساب الشيعية فضلا عن السنية. ثانيا، قال الطبرسي: أولاد أمير المؤمنين عليه السلام أم كلثوم، تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثالثا، زواج الخليفة عمر رضي الله عنه من أم كلثوم بنت أمير المؤمنين عليه السلام ثابتة في الموروث الفقهي الشيعي فضلا عن السني، وقد ورد في أبواب التزويج والعدة والميراث والصلاة على الجنائز وغيرها. رابعا، سئل الإمام الصادق عليه السلام عن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت زوجها أو حيث شاءت، فقال عليه السلام: بل حيث شاءت. إن علي عليه السلام لما توفي عمر رضي الله عنه أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته. خامسا، في الكافي الجزء الخامس تحت عنوان باب تزويج أم كلثوم، عن الإمام الصادق عليه السلام لما خطب عمر رضي الله عنه إليه قال له أمير المؤمنين عليه السلام: إنها صبية. فلقي عمر العباس فقال له: مالي أبي بأس، خطبت إلى ابن أخيك فردني. فأتى العباس عليا عليه السلام فأخبره وسأله أن يجعل الأمر إليه فجعله إليه. سادسا، عن الإمام الباقر عليه السلام: ماتت أم كلثوم بنت علي عليه السلام وابنها زيد بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ساعة واحدة لا يدرى أيهما هلك قبل، فلم يرث أحدهما من الآخر، وصلي عليهما جميعا. سابعا، عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: أخرجت جنازة أم كلثوم بنت علي عليه السلام وابنها زيد بن عمر رضي الله عنه، وفي الجنازة الحسن والحسين عليهما السلام، وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم، فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الإمام والمرأة وراءه، وقالوا: هذا هو السنة. وللكلام بقية: الصرخي الحسني.